أرض بمساحة تزيد عن 8000 متر مربع، أريد لها أن تكون مشروعاً حيوياً إلى خدماته يقبل المواطن والمقيم، وقد كان ذلك. شراكة بين القطاع العام والخاص جاءت في الإطار الذي أعدته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تطوير البنى الأساسية للتسوق السمكي في السلطنة. فهنا ولاية جعلان بني بوعالي، وهذا سوق أسماكها الجديد، جاء بالتصميم الحديث المتناسب والتسارع المضطرد في عمليات البيع والشراء وعمليات تنزيل الأسماك ليلبي حاجة الولاية والمناطق القريبة منها. يقبل المستهلك على السوق فترافقه الإجراءات الصحية المتبعة في المنشآت الغذائية، وبمثل هذا ضبطت الجودة التي تصحب البائع والمشتري في جنبات السوق، ما يضمن حفظ الأسماك وسلامتها. السوق والذي جاء كمنفذ بيع حيوي يساهم في توفير فرص العمل للمواطن، نظرا لموقع الولاية القريب من مرفأ الصيد ومحاذاة السوق لمركز الولاية وقربه من الطرق الرئيسة، وتلك جميعا عوامل ساهمت وتساهم في رفض حركة الإنزال السمكي وعملية البيع والشراء. وفي تصميم السوق وتنفيذه فقد وضعت المعايير الأعلى التي تعزز الحركة الاقتصادية وتتيح سلاسة في البيع والشراء. ففي هذا السوق الذي تصل مساحته إلى 1000 متر مربع صمم مخزن لحفظ الأسماك ومصنع ثلج بإنتاجية عالية وطاولة تقطيع وأخرى للعرض ومرافق عديدة يسعى منها إلى رفع منتجات الأسماك وحفظ جودتها، الأمر الذي سيجده المشتري حين شرائه ويلقاه البائع حين بيعه.